مرحبا بكم الناس الكل، معكم هاد الزواري كالعاده. مازلنا مواصلين في البارتي نتاع لي كونتور اللي قاعدين نقراو فيه مع بعضنا. قاعدين نقراو في لي كونتور اسانكرون، وحكينا على كلمه اسانكرون انا الهرلوج داخل منا، وهذه تعطي لهذه وهذه تعطي لهذه، السورتي تتربط باللونتري دو هرلوج بتاع اخت يتسمى ميزون كاسكاد. اوكي، وكان جي الهرلوج هذا مربوط فيهم في نفس الوقت ثلاثه، نحكيو على كونتور سانكرون. دونك احنا قرينا الكونتور اسانكرون، لكن الكونتور اللي قريناها كي يتسمى اسيكل كومبلي. شو معناها اسيكل كومبلي شباب؟ لازمنا نفهمو باش نفسر لكم شنو معناها اسيكل ان كومبلي مش كومبلي. باه نشوفوا مع بعضنا، مش قلنا لهنا باش نطلعوا الموديلون تاعنا شباب نعملو ديما دو، هذه ما تتبدلش على بويسونس نومبر دي باسكول. دونك لان عندي 3 باسكول دي على بويسونس 3 تطلع لي 8. هذا سي ان كونتور موديلويد يحسب من 0 ل 7. دونك معناها السيكل نتاعو الطريقه اللي باش يمشي هو من 0 ل 7. شو معناها السيكل كومبلي؟ معناها من الاول للاخر يمشي السيكل نتاعو الكل كملو. اوكي، السيكل الكل كملو. شنو معناها السيكل كومبلي؟ كي نحكيو على السيكل ان كومبلي شنو معناها؟ معناها شناخو كونتور كيما هذا بتروا باسكول، لكن ما نحبوش يوصل لي من 0 ل 7، لا شنقص فيه شويه، نحبو يخدم كان من 0 ل 6. دونك شنو معناها؟ هو ينجم الكونتور نتاعنا يوصل لسرعه، اي لا ما نحبش نكمل نوصله للاخر، نحب نوصله لسته، وبعد سته رجع للصفر، ردته مش السيكل الكل، هيك علاش نقول له سيكل ان كومبلي، ما وصلش للنهايه نتاعه، ما حطش طاقته الكل، ما وصلش للاخر. قبل ما يوصل قلت له ارجع، هاك شنو معناها سيكل ان كومبلي، كيفاش يتعمل هذا؟ باش نفهموه بالبال. باهي شباب دونك شوفوا مع بعضنا هنا، قال لك كونتور اسانكرون. فهمنا شو معناها كونتور، فهمنا شو معناها اسانكرون. اسيكل ان كومبلي، ان اصغر من دي بوسونس ان، دونك نشوفها شنو هي القاعده هكي. قال لك ان كونتور اسانكرون اي دي اسيكل ان كومبلي لورسك لي ريميز ا زيرو اوتوماتيكمون بار اون كوموند راز شرازيو بك الار اللي قريناها ليميت لي سيكل دي كونتاج دي زيرو ا ام وان زان، ما يخليش السيكل يولي يمشي من اقل عدد لاكبر عدد في السيكل، لا ليميت يخليه يرجع قبل ما يوصل الليميت نتاعو. اوكي، ال اي بازي دا نومبر ان دي باسكيل ايكيفالون ا تي ام اكبر، تحكي فيها هذه خليها القاعده هكا كي نجربها تنفهمها بالباهي، ما نحبش طبعا نحط في القواعد كل بعض تكنيك نفهم وطرف نطبق عليها بعدين نزيدوا معلومات جديده باش تبدا العمليه كي البنيه. كومون دي ريميز ا زيرو، باهي خلينا نفسر لكم الشباب الكلام هذا لكم. نشوف هنا هاو عندنا كابلاش، شو يفسر لنا العمليه لكم؟ كالعادة نجربوا على ليزيس ونعملوا برشا فازات وكل شيء. دونك عندنا الكلوك تاعنا داخل هنا، دونك عندنا الميزون كاسكاد السورتي باللونتري وما بيناتهم فونكسيون، السورتي باللونتري وما بيناتهم فونكسيون. دونك هذا سي ان كونتور، وهذه باسكول دي رديناها تي خاطر قلنا الكونتور ما يخدم كان باللي باسكول تي، الكلام هذا الكل حكينا فيه بالباهي. لكن العفسه الجديده اللي زدناها لهنا انه استعملنا الار دي شباب، الار دي مش قلنا هذه ريزات ولا ريميزا زيرو، باش ترجعنا للصفر، واش عملنا هنا؟ باهي، نجيو لهذه الأورلوج، قلنا القريب الأورلوج هي الضعيفة، معناها هذايا السيركوي هذه هي الـ LSB، والسيركوي البعيدة هذه القوية هي الـ MSB، لو بوا نتاع السيركوي هذه، خلينا نكتبو هذايا مهم ياسر واش عملنا، تسوى واحد، هذه تسوى اثنين، هذه تسوى أربعة، وكان نجيب عندنا كعبة أخرى راهي تسوى ثمانية، تقول لي شنو معناها؟ سهل ياسر الكلام هذا، أنت تعرفه من الأول، مثال كي تجي تبدا باثنين كيفاش تكتب؟ باش تكتب تحط لنا أن ولا لا زيرو، معناها الواحد هذا قداش يسوى؟ يسوى اثنين. كتحب تكتب خمسه كيفاش تكتب؟ تفضل ان زيرو ان، دونك اللي هي ان لنا ان لنا يسوى اربعه والان لنا يسوى واحد، دونك خمسه. باهي، دونك العدد نتاعنا قاعدين نكتبوا فيهم في البين. باهي، توا انا الهدف نتاعي شباب ركزوا معايا بالباهي برحمه والديكم، الهدف نتاعي انا ما نحبش نعمل سيكل كومبلي، باش نحش فيه السيكل، باش نقص فيه. وهو اللي نعطيني كابلاج، خلينا نفهموا الكابلاج هذا. جيب هذه البيت البوان تاعها أربعة، هذه البوان تاعها أربعة، وحطها في فونكسيون إي. وجي الوحدة أخرى هاهي هذه الموف، اللي هي البوان تاعها اثنين، وحطها في فونكسيون إي. دونك هيك صنع بيهم ستة، بعبارة أخرى، كي يولي لنا عندي زيرو أن أن، اللي هو هذا رقم ستة، شو معناها؟ معناها لنا عندي أن، ولنا عندي أن. باش تخدم فونكسيون اي، خاطر الاي قلنا واه ما تخدم كي تبدا عندنا لنا ا ولنا ا، باش تخرج لنا لنا ا. دونك الفونكسيون اي هذه ما تخدم كان في رقم 6. خدمتش في رقم 6 يا شباب، هذا هو 6، خدمتش في رقم 6، شنو باش تعمل؟ باش تخرج ا لوجيك، يعني ا لوجيك هذا، باش يدخل لهنا، وش يدخل لهنا، وش يدخل لهنا، شنو باش يعمل؟
هذه راس اش يعمل ريميز ا زيرو ريميز ا زيرو ريميز ا زيرو دونك السيركوي نتاعنا باش تكتب زيرو 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 ميسالش خير عاود نفسر العمليه الكل دونك لهنا عندنا فونكسيون ان تمشي تخدم باتجاه لنا ا ولنا ا باش تخرج لنا ا متمشي جهه لنا ا يعني لنا ا ولنا ا دونك هذا قلنا يسوى واحد هذا يسوى اثنين وهذا يسوى اربعه شكون الرقم هذا يعني؟ الرقم هذا ا لنا ا لنا يعني سته يعني بعبارة أخرى كي نوصلوا لستة الشجرة الريميزة زيرو دونك كيش نوصلوا لستة شو يخرج أ والأ هكا شباب شو يدخل لهنا شو يدخل لهنا وش يدخل لهنا شو شو يعمل لهذا الأ شو يعمل الريميزة زيرو خاطر دخلناها في الأ دونك بعد الستة شنو شو يظهر شو يظهر الزيرو زيرو زيرو خاطر لي تو باسكو قلت لهم أرجعوا للصفر أرجعوا للصفر أرجعوا للصفر دونك السيكل نتاعنا لنا من قداش لقداش هكا باش يطلع السيكل نتاعنا من صفر لخمسة باش تقول لي وقف شنو من صفر لخمسة باش تو تو هاك مزيد كاتبها ستة شنو من صفر لخمسة نورمالمون من صفر لستة رد بالك رد بالك رد بالك شباب يعني الراز نتاعنا هذوما ا سانكرون يعني رقم ستة هذا انت مش باش تراها بعينك بسرعة كبيرة باش تجرى خاطر الار دي هذه سيتان اونتري اسانكرون اسانكرون معناها بتستنى حتى حد سريع يعني اول ما توصل للستة باش ترازي الستة بسرعة رهيبة باش تتعدى عينك مش باش تراها معناها انت اشترى 1 2 3 4 5 الستة ما تنجمش تراها غير قادر سريعة ياسر دونك اللي السيكل اللي باش تراه هو من الزيرو للسانك هذا هو السيكل اللي شطراه عينك باش نصور العين يعني هذا السيكل اللي باش تراه عينك من الزيرو للسانك هذا يتسمى كونتور موديلو 6 هذا الكونتور نتاعنا يتسمى سيتان كونتور موديلو 6 خاطر السيكل نتاعو من 0 ل 5 بعباره اخرى كانت تحب تسهلها لك في التروازيام هنا كان قال لك كونتور موديلو 6 راك باش تخرج 6 من هنا كان قال لك كونتور موديلو 7 راك باش تخرج 7 كان قال لك كونتور موديلو 4 راك باش تخرج 4 من الفونكسيون اي هذه باش نسهلها على الواحد وهوني فسرتها لك باش ما تحفظ حد شيء الرقم اللي باش تحطه راك مش باش تراه خاطره سريع ياسر هالار دي هذا دونك انت تقول له كي توصل خمسه رازي خمسه راك ما تراهاش كي توصل سته رازي راك سته ما تراهاش والكلام هذا بالطبيعه وين لازمنا نجربوه على ليزيس باش تزيد المعلومه تتخمر في مخك اكثر دونك ناخذ الباسكين نتاعنا دونك شنو نكتب هنا فليب دونك جيكا شنو ناخذ مثال جيكا هذا باهي دونك عندنا هنا هذه جيكا عندنا ثلاثة عندنا ثلاثة لازمني نردهم دي باسكولتي دونك خنجيب لهم الباور ما حطيتش باسكول جيكا ما عندي ما نعمل به قلنا الكونتور ما يخدم كان دي باسكولتي دونك لازمني نردهم تي تك تك باهي هذه حاجة خارقة اللي عندي اللي عملتها توا دونك تو شنو ولا عندنا ولا عندنا طوال باسكولتي من غير ما نقعد نكتب ونضيع في الوقت فيهم خاطر راني فسرتهم لكم بالباهي المره اللي فاتت باهي الاس هذه ما نحبش نستعملها هي اكتيف نيفو هو دونك نربطهم بالماس الاس ما نحبش نستعملهم نحب نديزاكتيفيهم هما اكتيف نيفو هو تخدم كي تعطيهم واحد ما نحبهمش يخدم معطيهم صفر الاراد مش باش نديزاكتيفيهم المره هذه خاطر شنو نعمل سيكل ان كومبلي باش نستغلهم الاراد خارق العاده باهي باش نجيب الاورلوج نتاعي باش نوريكم حاجه جديده المره هذه كل مره نتعلموا حاجه ثم قطعه اسمها كلوك طول هاي كلوك انزل عليها مرتين وجيبها في بلاصه ما تقعد تعمل فك اللوجيك ستيت وتنزل كل فما حايد اوتوماتيك كلوك ها تعلمناها طبعا باهي باش نعمل الميزون كاسكاد قلنا لازم ما بين السيركوي والسيركوي لازم يكون فما فونكسيونال يعني كان شنو نربط هيك هذه ما فماش فونكسيونال كي والكلوك دونك لازم الكي بار والكلوك باش الفونكسيونال يجي مكل بار كيف كيف يعني خليني نلون بكولور اخر هذا ثاني ناخذ اورانجي كيف كيف لهنا طيب ده هذوما خارقين للعاده خلينا نزيد الاورلوج نتاعنا هنا وهذا قلنا يتسمى كونتور ا سانكرون الاورلوج يدخل في كعبه بعد اللي بده يعدي لبعضهم بالتسلسل به طيب شنو نعمل لرازه كي نوصل لست دونك نمشي نحط البوان نتاع كل سيركوي باش تبدا العمليه واضحه قلنا السيركوي هذه البوان نتاعها 0.4 البوان نتاعها ا دونك نشيل هذه نحط عليها ا
السيركوي هذه باش نحط عليها ديلا بعدها دونك دراك اوبجيكت والسيركوي هذه شباب باش نحط عليها 4 لو بوان تاعها دونك عندي هذه بوان 1 2 4 الا قريبه للاورلوج هيك ديما نضيف لقيبه الهورلوج هذيك ديما ضايفه شباب اوكي بات دونك باش نجيب فونكسيون اي اند باش نربطها مع الست دونك باش نجي لهنا باش نربطها مع الست اللي هي الاربع والدو هذوما واش اللون بالاحمر هذوما الالوان جست ليكم انتوما راه باش تفهموها باش تبدا العمليه واضحه هذوما عملتهم بالاحمر خاطر اختيارين باش نعملوا ريميزا زيرو باه وين نربطهم هذا باش نربطهم في الراس دونك باش نجي هيك باش نجي هيك باش نجي هيك بلي خاص نزيد نزين شويه الكابلاج لا اكثر ولا اقل خندورها الفونكسيون هذه باش تبدا العمليه اوضح لكم انتم هكا هذيك هذه هيك ما عملت شي زدت معايا نظفت الخيوط ونظمتهم هكا هذه توير ستايل باه دونك بعد باش نعملو ريميزا زيرو هانم كل مربوطين في بعض باش نحطهم هاني دونك كي نوصل هاني لستة دونك باش نجيب الواحد نتاعي كي نوصل لستة بعبارة أخرى لهني باش نعمل دراك أوبجيكت الإي هذي تخدم في الستة كي نوصل لستة باش تعمل ريميزا زيرو اسكو رقم ستة باش نروي لا خاطر هو سريع ياسر خلينا نجيبو لهني أنافيشور باش نراو العملية نتاعنا نجم تجيب لوجيك بروبا كما يساعدك اكتب لنا سات ساك اني مضبيه كل مره نستعمل لكم حاجه باش تتعلموا كيفاش تخدموا بالليزيس باش تعمل جيت تلقى روحك حاضر باهي نجيب هنا دونك عندنا تروا بي تحنا هنا هذايا القوي بكل نتكيها على جنب نحطو في الماس او تنعمل له ماس الخاص بي باش تفهموا دونك خاطر اني عندي كان تروا بي هو هما تروا بي نتاعي اللي صار هو القوي دونك هذايا هو القوي باش نحطو هنا اللي بعده اثنين باش نحطو هنا واضعف واحد شنحطو على اليمين هذا شنحطو على اليمين باه دونك ننزل بلاي هنا تشوفوا مع بعضنا انا قاعد اتقدم وحده لاحظتوا شباب انا قاعد اقدم واحد الكونتر خاطر عندي اورلوج هنا يعني ديجا اوتوماتيك مو يقدم تقول لي علاش سرعته كاكا انزل عليه مرتين كان تحاول تبدل سرعته انا قال لك الكلوك فريكونسي معناها لي فريكونس نتاع الاورلوج 1 هرتز وحنا نعرفوا انه اف ايكال 1 سير تي تي ايكال 1 سير اف باللي خلينا نكتبها هذه باش تفهم منين قاعد قداش السرعه نتاعو هذا الهورلوج باش تبدا العمليه واضحه فما قاعده نعرفها انه اف ايكال تفضل ا سير تي باش نطلع التي هنا هي ا سير اف بما انه الاف واحد ا سير ا باش تطلع لنا ا دونك البريود نتاعنا اللي هي هذه النبضه حنا كي ناخذ الهورلوج منك شو معناها البريود شنو معناها من النقطه هذه النقطه هذه والي من هذه لهذه دونك هذه تسمى تي بريود بريود نتاعنا اللي نقدر تقيناها طلعت لنا 1 سيكون معناها الكلوك اللي جبته لكم يعمل فرون مونتون وفرون ديسوندون في سيكوند اوكي معناها برسك كل سيكوند يقدم كان تحب تزيد تبربش الفالورات نتاعك مثلا هذه ردها 2 هرتز العمليه تزيد تسرع شوي اوكي دونك خليها في سيكوند احنا دونك نرجعها لهنا 1 هرتز هذا الكلوك وفهمناه دونك ننزل بلاي هنا شو 1 2 3 6 مش نمشي نراوها 4 5 شو شو شكون راه 6 مستحيل يطلع واحد فيكم راه جرى بالفيسع عملية الراس ثبت 4 5 طف ريت العملية ولا مالك تحط 6 راك ما تراهاش 6 وكان تحط 5 راك ما تراهاش 5 خلينا نجربوا ها كي نجي لهنا يا شباب الناحية العالية هذه باش نجيب هذه 4 1 4 1 يطيحوا 5 طيب انت حاطط خمسة ولا الراس باش يجرى بالخمسة لكن الخمسة ما درهاش هوني ثلاثة أربعة طف راس واضح العملية يا شباب المهم في غاية البساطة هذه خارقة للعادة خارقة للعادة خارقة للعادة دونك كي كنقولوا فهمنا البارتي هذه بالباهي خلينا نرجعوا للكورة نتاعنا حاجة أخرى شباب هذه نحب نفسرها ميساج باش نفهموا كل مرة مع بعضنا حاجة مزيانة على الأخر احنا قلنا الكونتور اللي استعملناه هو على باز دي باسكول واش تفهموا كل فازه نتاع باسكول تي بالباهي على باز دي باسكول تي دونك انا دي باسكول تي ونعرفوا الباسكول تي شنو هي وظيفتها في الحياه تبدل لي طان تاعها اشاك فرون دورلوج
مثاليه تخدم الفرومونتون، كل فرومونتون يجي تبدل الحاله نتاعها، تتغير، تعمل توجل ولا تبديل. دونك هذه هي في الحقيقه هي باسكيلتي، وهذه في الحقيقه باسكيلتي، وهذه في الحقيقه باسكيلتي. ترى شوف معايا الكلام هذا تلقاه نفسه اللي قاعدين نقراو فيه. دونك الباسكيل نتاعنا اللي قاعد تخدم لنا تخدم افرون دي سونتو، تقول لي علاش؟ هاولا هذه الباسكيل تي تخدم بالفرون دي سونتو، هاك علاش لهنا جاك وعطاك في الفرون دي سونتو خطا انترومبي، معناها في الفرون دي سونتو هي اللي تخدم، وانا مصور لك الفرون دي سونتو لهنا. باهي دونك شوف معايا نبداو بالسيركوي الاولى، احنا الكلوك هاو الكلوك هذا هو مربوط في الأ، دونك هذه يقصد بها السوتي، هذه راهي كيو أ، أنا كاتب لنا كيو أ، هذه راهي يقصد بها كيو بي، وهذه سيركوي سي، هذه راهي يقصد بها كيو سي، دونك اللي مربوطة بالهورلوج هي الكيو أ، معناها الكيو أ هذه شي تبدل لي طام تاعها أشاك فروم دورلوج من الكلوك، كل ما يجيها فروم ديسوندون من الكلوك شي تبدل لي طام تاعها، دونك شوف أول ما يجي فروم ديسوندون كانت صفر ولات واحد، بعد ذلك كانت واحد ولات صفر. الفرونه بعد كانت صفر ولات واحد، بعدين كانت واحد ولات صفر، بعدين الفرون دي سوندو توقع تمشي كي باهي، طبعا مش الكيبي، الكيبي شباب منين باش يجيها الهورلوج؟ اسكو باش يجيها من الكلوك ولا باش يجيها من ا؟ شوفوا مع بعضنا الكلوك داخل لنا وكاهو، دونك شنو نربطو هذه الكي ا هي اللي مربوطه بالونتري دورلوج نتاع الثانيه، معناها البي هذه من شكون باش يجيها الهورلوج؟ باش يجيها من الكي ا، دونك الكي بي elle change les temps تاعها à chaque front d'horloge جاها من الكيو A، والكيو A تخدم à front descendant، تفضل 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 تفضل، هاذوما لي front descendant خليني نرشهم باش نوريك، دونك نشوفو مع بعضنا هنا، خلينا نبدل حتى الكولور، قاعد نرشهم في لي front descendant تاع السيركوي الثاني، هاذي هاذ، دونك ركز مع الخضر توا. الكيبي كانت في الصفر، جي فرون ديسوندون ولات الواحد، جي فرون ديسوندون اخر ولات في الصفر، باهي، لهنا هذه تقول لي شبه، خليها هذه خاطر لنا شنو نعملوا راز، شنو نعملوا ريميز ازيرو وضحكوا فيه، خاطر هو التصوير اللي نعطيها لك هذه نتاع الكابلاج هذا، وهذا مش سيكل كومبلي، سيكل انكومبلي، اعطونا فهمها علاش لهنا قعدت في الصفر وكل شيء، خاطر عمل راز، اما انا نفسر لكم في الكونسيبت نتاع الفاز نتاع الباسكيلتي، علاش باسكيلتي؟ راكم قاعدين تراو فيها بعينكم، باهي، نتعداو لا بعدها توا، السيركوي لا بعدها. اللي هي السي، السي مين باش تجيب لورلوج؟ باش تجيب لورلوج من الكيبي، معناها الباسكيل كي سي ديبون بلورلوج نتاع الكيبي، ديبون بالفرون ديسوندون نتاع الكيبي، اللي هو بالازرق الفاتحة باش نعمل، هاو هذا فرون ديسوندون، هاو فرون ديسوندون، باهي شوف معايا لهني الكي سي لهني في الزون هذا الكل شنو فيها؟ فيها صفر. اول ما جي الفرون ديسوندون في الكيبي شنو ولات؟ ولات ان، وكيكا بالطريقه هذه شوف السيركوي شنو ولا عندنا؟ ولا عندنا هنا 0 0 0 0 اللي هو رقم 0، لهنا 0 0 1 اللي هو رقم 1، لهنا 0 1 0 اللي هو رقم 2، لهنا 0 1 1 اللي هو رقم 3، لهنا 1 0 0 اللي هو رقم 4، ولهنا 1 0 1 اللي هو رقم 5. واضحه العمليه ولا؟ معناها كي تاخذ دو باسكيلتي وتكسكاديهم مع بعضهم، لكن خاصية نتاع باسكيلتي ان هي كل مرة تبدل الطام تاعها يولي عندها كونتر، ومتأكد راك الكلام هذا من الأول ترى فيه شنو، باقي نفسر فيها نقول لك لازمك تبدل الطام تاعها باسكيلتي ويولي كونتر، لكن هوني بشوية بشوية كل ما نزيدو نطبقوا عليها كل ما نزيدو ناخذوا على تمرين العملية تبدا توضح، هاك علاش استعملنا باسكيلتي، هاني نسيت فهمتها بالباهي تو، خاطر كان ما استعملناش الخاصية اني تتبدل راه ما تحصلناش على التسلسل نتاع ان كونتر، اوكي؟ باهي تو فما حاجة أخرى تهمنا، السيكل هذايا وصل الخمسة ورجع للصفر، علاش؟ أنت نورمالمون تقول لي علاش؟ خاطر لهنا عاملين راز، الراز عاملينها في الستة، قلنا رانا الستة ما راوهاش، علاش الستة ما راوهاش؟ خاطر أول باش يولي عندنا هنا هذا يسوى واحد، هذا يسوى اثنين، وهذا يسوى أربعة، أول ما هذه شتاخو أن، وهذه سبع أول ما نيتها هي في مخها باش تاخو أن، شجرة ريميزا زيرو، لكن هذا الكل مش باش تراها أنت، دونك الستة ما تراهاش، هيك علاش؟ بعد الخمسة اوتوماتيك موطرة صفر، الستة اللي موجودة لهنا سريعة عدد في سبعة، انت عينك هذه عينك ما رتهاش، اوكي هاك علاش مش مصورينها اصلا لهنا خاطر ما ريناهاش، هاك علاش غادي توصل للخمسة ورجع للصفر، باهي هذا يسمى ان سيكل
انكومبلي. خدر لهنا الكونتر نتاعنا في 3 باسكو نورمالمون يحسب موديل 8 من 0 ل 7، احنا حديناه عندكش من 0 ل 5 دونك ولا السيكل نتاعنا انكومبلي. والرقم 6 هذا ما نروحش يعني في 6 ارجع للصفر بس. دونك لهنا طوش نتعداو الحاجه في غايه الاهميه، دي كونتور اسينكرون. اش نبداو اسيكل كومبلي بكري كلين الكونتور يعمل 1 2 3 4 5 طوش نقراو دي كونتور 4 3 2 1 0 اسينكرون يعني الهرلوج داخل في الاولى بعدين يجرى ميزون كاسكاد. اسيكل كومبلي يعني يكملوا النومبر نتاعهم، معناها كان عندك 3 باسكول دو لا بويسونس 3 تطلع لنا 8 كونتور موديلو 8 من 0 ل 7. معناها شنو نعملوا دي كونتور يحسب من 7 ل 0، هذا يتسمى دي كونتور اسيكل كومبلي. دونك نفس الكلام قاعد يتعاود شباب. الدي كونتور ان شاء الله باش نعملوا في الفيديو الجاي باش نفسره لكم بالباهي. اقعدوا معنا، اللي عنده اي سؤال نجم يخليه لي لطف في الكومنتات، وملتقانا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي باش نشوف فيه الدي كونتور. كان معكم مهدي الزواري شباب، وملتقانا ان شاء الله في الفيديو الجاي.